ولمناقشة ملف إعلان البنك المركزي رفع سعر بيع الدولار مقابل الدينار العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان. أهلا ومرحبا بك أستاذ باسم. أهلا وسهلا. بداية، البنك المركزي أعلن أن سعر بيع الدولار الواحد للمواطنين سيكون 1470 دينارا بالتزامن مع تقليل الرواتب بنسبة 30% ورفع الضرائب أيضا. ما تداعيات هذه القرارات الحكومية على العراقيين؟ شكرا جزيلا، تحياتي لكم وإلى مشاهدي قناة رافدين. يعني أنت تعلم هناك كثير من الالتزامات الحكومية والقطاع الخاص مبنية على سعر معين للدولار اللي هو 120-125. فهذه الالتزامات يعني قسم أولا استوردوا بضائع بالدولار جهزوها للحكومة وقيمت على هذا السعر. الآن هؤلاء المجهزين الذين عجزت الحكومة عن تسديد حساباتهم اللي تبلغ 40 تريليون سيدفعون الثمن غالي بعد 20، يعني عملية إفقار، عملية استعلاء بالحق يعني والعصيان بالحق. الأكبر من هذا هو أن الطبقة الكبيرة من الناس الأكثر من 8 ملايين من القطاع الخاص، هؤلاء سيحدث تضخم بالسوق كبير، وهذا التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأنه بالداخل لا يوجد لدينا نحن الأمن الاقتصادي، يعني إنتاج زراعي صناعي يسد الحاجة بالخصوص الصناعي. هذا يعني الاستيرادات كلها راح ترتفع حدود 20%، وهذا الارتفاع راح يؤثر بشكل رئيسي على الطبقات الفقيرة، يعني كأنها تستقطع مراتب 20%. أنت هذا يعني أقول من الدرجة الخامسة وأنت نازل، لأنه هذا بالكاد دخل يكفي. ثم العلاقات الأخرى بالسوق، يعني التداعيات الاجتماعية على واقع السوق يعني ستكون كبيرة جدا. التعامل اللي المديونية بين التجار المفرد وجملة واللي باعوا بضائع بالآجل، كيف ستنحل هذه المشكلة؟ ولا يجيب عن بالك انت عندما يصير مثل هذا التغيير، وسبقا صارت في عام 96 عندما انخفض الدولار انخفاض كبير، كيف تسدد هذه المبالغ؟ سيكون هناك خلافات ومشاكل اجتماعية كبيرة جدا. أستاذ باسم، يعني هل نفهم هنا أن الحكومة العراقية استوردت بمبالغ وعجزت عن سداد قيمة هذه الاستيرادات، فقامت برفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي لكي يسدد الشعب العراقي قيمة هذه الاستيرادات، ليعود مرة أخرى الشعب العراقي لشراء هذه البضائع مرة أخرى من الأسواق؟ لا، هو جهل. وإحنا المشكلة الموجودة دائما بالوضع العراقي أنه من يقعد يخطط هو لو أكاديمي لو موظف دولة من خلف الميز، ليس ابن سوق. احنا بالسوق معاناة التاجر والمصنع العراقي نعرفها، نعرف الأضرار اللي تلحق به، ما يقدر يقدر انه هاي الالتزامات. يعني انت مثلا عندك تطلب الحكومة فد 5 مليار اللي هي بالأصل دولار، يمكن 4 ملايين دولار وصارت 5 مليار. ما الحكومة ما عندها حتى تسدد، صار سنة أو سنتين أو كمقاول مثلا مستورد سلع وبضائع من الخارج. عندما الحكومة تأجل هذه المبالغ وتجي يجي ينتظر بعد سنتين، المفروض الحكومة تنطي فوائد بعد سنتين على هذه البضاعة، لأنه هي اللي أخرتها. هي الآن ماذا ستفعل؟ ستعطي المبالغ بالدينار العراقي المخفض اللي هو أقل من قيمة المقاولة. طيب، أو التجهيز 20%. هل سيضع هذا القرار حدا للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق؟ وهل ستنجح الحكومة الحالية بتأمين الرواتب بعيدة عن اللجوء للاقتراض مرة رابعة أو خامسة لا أعلم؟ الآن أنا أعتقد أن إجراءات معينة للبيع النفط بالتسليم بالآجل استلام كاش، أقدر صفقات الآن هما مع الصين مع غيرها سيتوفر يعني الرواتبية. المشكلة ليش الدولة كلها رواتب مؤكدنا احنا 4.5 مليون هم موظفين،
2.5 متقاعدين والحماية، اكو 8 ملايين بالقطاع الخاص، هؤلاء يعني كيف يعيش؟ هذا راح يعيش حالة تضخم، يعني اللي اجوره اليومية 25 ألف دينار يوميا راح تنزل إلى 17-18 ألف دينار، ومع ارتفاع السلع والوظائف بالأسواق راح تنعكس على الماكل، على الملبس، كل حياته، الإيجارات. هذه عملية يجب أن تدرس بشكل جيد وتعوض، والحكومة ليس لديها تعويضات. نعم خلي يقدمون على استقطاع من المخصصات، لأنه الرواتب لا يمكن أن تعدل إلا بقانون. أكو بعض المخصصات، الغالبية المخصصات ما صدرت بقانون، وهي زائدة أصلا من الوقت الحاضر. المصدر الرئيس أستاذ باسم للموازنة العراقية هو النفط، إذن لماذا لم تلجأ الحكومة إلى رفع سعر النفط بالموازنة مع تقليص النفقات غير الضرورية بدلا من اختيار هذا المسار الذي تتكلمون عن مساوئه؟ هي المشكلة تكمن بشحة المال، يعني النقص بالموارد، يعني لا زالت رغم ذلك. شوف الموازنة التشغيلية صعدت إلى 123 تريليون، المفروض يكون هناك تخفيض في هذه العملية. بعدين العملة شنو هي؟ هي المشكلة بالاقتصاد، اقتصادنا ريئي بامتياز. العملة هي مرآة للاقتصاد. من يكون اقتصادك بعافية عملتك بعافية، لكن انت اقتصادك تعبان، قطاعات الانتاجية شبه مشلولة، الصناعة الداخلية وينها كانت مساهمتها؟ 17-18% من الناتج المحلي الإجمالي، اليوم 1.5% فقط. الزراعة 6% كانت 23-24. طالما اقتصادك استهلاك استيرادي وماكو منهاج استيراد، تبقى تتخبط، صعب تحقق التوازن بهذه المعادلة. طيب اللجنة المالية النيابية أعلنت أن الحكومة كان قد أو في مطلع في نية إعلان الإفلاس مطلع العام المقبل، لكنها تجاوزت هذا الإعلان بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. في أي إطار يمكننا أن نضع هذا التصريح؟ يعني هو الغريب أنه إذا قبل يومين ثلاثة بالصحف موجودة تصريحات لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أنه لا يوجد أي توجه نحو تخفيض قيمة الدينار، ولا البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي موافق. وفجأة أنت تحدث العملية ويبدأ التخفيض. هل هي أوامر من عليا؟ هل هي سياسة مضمومة ما يعلنون عنها؟ يعني اكو صراع بين المالية والبنك المركزي حول رفع قيمة الدولار. والآن يبدو انتصرت آراء الليبراليين والتسيب والكذا، ما أخذوا بالنظر اعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الفرد العراقي، على العائلة العراقية، كيف توفر أكلها وشربها ومعيشتها. وهذه مشكلة كبيرة يعني مثل هاي الحالات. وبعدين العجز كبير أيضا بالموازنة، 58 تريليون، لا زال العجز من ضمنها. يعني ما حاطين 42 دولار لسعر برميل النفط، و 3,250,000 برميل المبيعات النفطية يوميا. يعني انت عندما يدفع برميل النفط دولار واحد، يكون عندك تخليص العجز تريليون. كل دولار يرتفع، يعني اذا ارتفع النفط الان 55-60، المفروض ماكو عجز، ما يحتاجون هاي العملية. بعدين يحتاج إلى خطوة جريئة، يقدم موظفين زايدين. وين القطاع الخاص؟ انعش القطاع الخاص على يستوعب كل هالبطالة الموجودة. ماكو سياسة بهالمستوى هذا، ماكو فهم، يمكن مقصودة أنا أعتقد يعني العملية. الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.